انا اكلمك في الموضوع ده الصراحه بمصداقيه، كده كده انت تتطور حتى لو لعبت فول بادي. تقدم الصراحه يعني انا برشح، بفهمك الموضوع ايه، اكيني بقى قاعد معاك كده، انا دي طريقتي، انا بحب اطلع اتكلم كده الصراحه يعني. حتى اخرك يا برو تنزل وشك ده، فاهم؟ تعشى ايه، بتنزل الجيم بقالك فتره ونفسك تعمل فورمه بسرعه، صح؟ انا عايز اقول لك ان هي ليها قواعد كتير ومفيش قاعده واحده ثابته، يعني في كذا مبدا في موضوع الجيم ده، كله صح يعني، مفيش حاجه معينه هي غلط 100%. لا، في حاجة ممكن تنفع معاك مش تنفع مع ده. فبس أنا هكلمك النهاردة في موضوع حلو قوي، وهو تنزل الجيم تتمرن برو سبليت، اللي هو بمعنى كل عضلة في يوم عضلة كبيرة لوحدها، يعني مثلا يوم تلعب فيه صدر ممكن تدخل مع عضلة صغيرة زي التراي، بس هو بالأخص يكون عضلة كبيرة يعني. ولا تلعب بوش بول ليج، اللي هو 3 عضلات مثلا مع بعض زي الصدر والكتف الأمامي والترايسبس وهكذا، والبول اللي هو الظهر والبايسبس وهكذا يعني، وكتف خلفي والرجل طبعا، وترجع تعيد تاني. ولا تخلينا طبعا في البروس بريد زي ما قلت، اللي هو ايه، عضله لوحدها زي صدر وبعدها ظهر وبعدها كتف، انتوا اكيد عارفين الموضوع ده. فانا هكلمكم في الموضوع ده الصراحه بمصداقيه مصداقيه، بس خليني مبدئيا، مش انا عمري ما جربت البوش بول ليج، مش عشان كده بقى فانا هنحاز للبروس بريد وكده، لا بالراحه يعني. لو انت داخل الجيم في الاول، اي نظام في ده في دور عادي، يا برو سبليت يا بوش بول ليج، الاثنين هتعمل معاهم عضلات الاثنين. ليه بقى؟ لان انت عامه داخل الجيم طبيعي، داخل الجيم كتله عضلاتك، العضلات يعني مش عاليه، الدهون مثلا سواء انت دهونك عاليه او دهونك مش عاليه، بس متفقين ان العضلات كده كده مش عاليه. فطبيعي ان انت اي مجهود هتعمله اللي هو رفع اوزان، فالالياف عندك هتكون دي حاجه جديده، فالالياف هتتهدم، ومع الاكل طبعا لازم يكون كويس هتعمل عضلات. مع التطور بقى، دي كده خلاص عرفناها يعني، هتلعب بوش بول ليج او برو سبليت هتتطور، كده كده انت هتتطور حتى لو لعبت فول بادي، اللي هو يعني بتمرن عضلات جسمك كلها في يوم واحد، هتتمرن برضه هتتطور قصدي. خلينا بقى دي عرفناها، قدام بقى عايز مثلا في التقدم بقى، التقدم الصراحة يعني أنا برشح بروس بليت. وليه بقى؟ في حتة التقدم قدام، أنا زي ما قلت لك، أنت في الأول هتبني عضلات كده كده طبيعي يعني، بالأكل الكويس والمجهود اللي هو على العضلات. قدام بقى حتة الأكل بس مش هي اللي هتفيدك، لازم كمان تطور تمرينك. إزاي تطور تمرين؟ يعني تمرين تكون شدته عالية. طب ليه؟ ليه شدته عالية؟ لأن أنت بالفعل أنت بقالك فترة بتلعب، في عضلاتك بقت قوية، ده طبيعي يعني. عشان تهدمها بقى لازم اتمرن تمرين يكون شدته عاليه، اللي هو بمعنى عشان اقطع الالياف دي، ما الالياف دي قويه من التمرين بتمرن بقالي فتره، فهي الالياف دي جامده. انا بفهمك الموضوع ايه، اكني بقى قاعد معاك كده، فاهم؟ وانا دي طريقتي، انا بحب اطلع اتكلم كده الصراحه يعني. المهم، الالياف العضليه مثلا في الكتف مثلا هي قويه، فانت لو لعبت تمرين عادي، تمرين عادي مش هتتطور معاك، عايز شد اعلى، عايز فوليوم اعلى يعني، اوزان اعلى، الشدة تمرين شد تقيل مش صعب، اللي هو فاهم وشك بيكرمش كده وانت بتلعب، تمام؟ فدي بتحصل معانا لما دي زي ما قلت في الشدة العالية. انا ليه بقى هنا بقى انا برشح الصراحة البرو سبليت عن البوش بول ليج معايا في الحتة دي. لان ليه بقى؟ البوش بول ليج اللي هو تلعب مثلا صدر وكتف وتراي مرهق، خلينا مثلا نفهم الموضوع، مرهق مرهق ازاي هلعب صدر وهلعب، ما انا مثلا انا بلعب صدر واتمرن جامد، انا مثلا هلعب صدر واتمرن جامد، اللعب بتاع صدر وهدمته حلو الحمد لله، هروح على الكتف عشان يعني هيكون تعبان اصلا، فاهم الفكره؟ مش هدي له حقه قوي، انت فاهم؟ يعني انا عايز اقول لك ان كده كده الكتف بيشتغل مع الصدر عامه، بس انا بتكلم في يعني ان انا اركز على العضله بقى، فاهم الفكره؟ فهروح العب على الكتف الامامي، هكون انا اصلا مفيش باور بحيث ان انا العب للكتف الامامي. انا بكلمك هتحس انت تعبان، انت كلاعب طبيعي غصب عننا، فاهم؟ هتتمرن مهما تكون ظابط كل حاجه برضو يعني في حد هتتعب، على ما تروح للتراي هتكون مفيش اصلا. فدي عشان كده انا مش بحبها. لكن بقى بعكس بقى، خلينا في البروس بليت نلعب مثلا صدر وهندخل معاه تراي عادي، هتلعب تمرن صدر هتتمرن بقى، فاهم؟ يبقى معاك وقتك، انت مرتاح، تلعب على العضله كويس قوي، تخش اقوى اداءات براحتك، مفيش، هتسخن طبعا كويس، تتمرن كويس، هتلاقي الباور معاك كويس يعني، طاقتك حلوه في التمرينه بالذات. مثلا لو انت يعني طبعا في يوم الصدر مثلا
خلينا بنركز مثلا في الاداه اللي هي القويه في الاول، اللي هي يعني بتركز على العضله الجامد، في القوه، في زي البنش بريس، زي الدمبل بريس، الحاجات دي. فهتلاقي نفسك فاهم بتتحسن بتتطور، عكس مثلا ما انا زي ما قلت بوش بول ليج، هتحس ان انت فاهم مش عارف تطور في اوزانك، مش عارف تزود الوزن بتاعك، تحس ان انت واحده واحده مش بتتطور. انا عايز اقول لك ان انا في فتره كورونا لما جت انا موقفت التمرين. انا من بص انا من زمان يعني اقول لك ايه، بس يعني انا اللي معلم نفسي الحمد لله كل حاجه، وانا اللي وصل نفسي للشيب، انا اللي اشتغلت على نفسي على قد ما اقدر والله. ففتره كورونا حتى يعني انا الجيمات قفلت، ناس قعدت من في البيوت، انا لا ما قعدتش، انا لا والله العظيم ما قعدت. يعني كان عندي دمبل وحاج وبار وحاجات، اقسم بالله كنت كل يوم بتمرن في البيت، بس الشده قلت. اقسم بالله اكلي ما كان بيتلخبط، اكلي كان مظبوط حتى في كورونا، مفيش لخبطه في الاكل، وبروتيني باخده، كل حاجه ماشيه الف من الف للياء. بس الفكره ان شده التمرين قلت، وده غصب عني لان مفيش عندي الاوزان اللي تخليني فاهم اتمرن بشده عاليه، فكنت بعد عدد كتير برضه. بس الفكره برضه الشده مش زي الجيم طبعا خالص. اللي حصل اقسم بالله ان انا خسرت عضلات وزدت دهون، مع اني ظابط اكلي، بس انت جسمك اصلا مش بيحب العضلات دي، خليك عارفها. يعني جسمك فاهم لو ريحت فاهم شويه تلاقي نفسك بتخسر عضلات، هو مش عايز عضلات. فاللي حصل ان انا فاهم لما الشده قلت مع ان اكلي تمام اهو، خسرت عضلات. فالشده مهمه، الشده مهمه قوي في التقدم. تمام، انا مثلا لو واحد لو داخل لو بادئ اللعبه وبلعب في البيت هعمل عضلات، الشده بقى زي ما قلت لك مهمه، هي اللي هتبنيك فاهم، تكبر كتافك، تكبر اتعرض ظهرك، الحاجات دي كلها. الشده هي الفوليوم، فوليوم از فوليوم، دي اعرفها الشده يعني. فزي ما قلت لك انا فهمتك الفكره في الاول، انت عضلاتك بتقوى فانت بتحتاج تهدمها، بتهدمها بتمرين اقوى، وهكذا الموضوع هكذا. طول ما انت بتنام كويس بتاكل كويس قوتك هتزيد، بس لازم تكون بتنام كويس كمان. النوم ده مهم جدا، ده عايز موضوع لوحده بقى نبقى نتكلم فيه، النوم ده ريكفري يعني بابا الريكفري. المهم فانا الصراحه زي ما قلت لك، هو بروس بليت زي ما قلت لك انت في الاول يا صديقي، خش اي حاجه فيهم مش هتفرق، اتمرن فاهم، اتمرن جامد بتاع، تظبط اكلك، اوب اتفرج على عضلاتك تعمل عضلات جامده والله. لكن قدام بروس بليت يا برو لازم نخش الجيم. انا يعني هو ده زي ما قلت لك وفهمتك الفكره كلها، ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ولذيذ. مش عارف انا فوتت حاجه في نقطه مثلا عايز تفهمها ولا ايه، انا ما قلتهاش، بس انا حاولت اشرح الموضوع يعني على قد ما اقدر. انت لو في حاجه برضو اكتبها لي في الكومنتات، هقول لك يعني كل حاجه اللي انت عايزها. بس فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لك يا برو لو انت متقدم بروس بريت، بروس بريت يعني بروس بريت انت فاهم. وبس بس ثواني ثواني بس ثواني بس قبل ما اقفل، انتوا خدتوا بالكم يا جماعه من حاجه، وهي ان انا والله الفيديو يعني ما قطعتش فيه دقيقه واحده فاهم. هو انا بطلع اجيب اللي هنا في القلب هنا فاهم، على طول البلوهات يعني بتكلم مع اخواتي هنا. زي ما قلت لكم يا جماعه والله العظيم يعني دي تجربتي الشخصيه فاهم، وزي ما قلت لك برده في الاول مفيش قاعده معينه ثابته، بس انا بقول لك على اللي انا شايفه من وجهه نظري يعني. بس عشان بس في ايه فاهم شويه بقى فاهم يبقى ناس كده فاهم قلوبها يعني الصافيه شويتين ثلاثة أربعة. بس انا بكلم هنا الناس، انت مش عاجبك الفيديو سكيب على طول، عاجبك فوق راسي والله العظيم. فبس فدي الفكره، فقلت خليك بروس بليت قدام في الاول العب عليه اي حاجه، وفهمتك ليه الفكره. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، اي حاجه زي ما قلت لك في الكومنتات تحت. هات اخرك يا برو خش الجيم فاهم، مفيش اعمل اللي عليك اللي هو فاهم، وشك الكارمس لازم وشك ده فاهم. التمرين صعب، اوعى فاهم تخش تمرين تقعد تركز تلعب في التليفون كل شويه فاهم، لا ده هيخرج بره مود التمرين، تخرج بره مود التمرين مش تعمل عضلات. عشان تستفاد بالتمرين لازم زي ما قلت لك تعمل حاجات اللي قلت لك عليها، تهدم عضلاتك، يا اما مش هيبقى التمرين ليه لازمه من الاخر يعني، تحرق سعرات وخلاص. فاحنا عايزين نحقق اكبر قدر استفاده من التمرين زي ما قلت لك يعني، وان شاء الله كل واحد يوصل للحته اللي هو عايزها، كل واحد يوصل لهدفه. وانا كمان ادعو لي يا جماعه والله الفتره دي، يا رب يا رب يوفق الجميع يا رب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، باي باي. هنزل اكل، احنا بالليل انا مصور بالليل عامه، هنزل اكل اتعشى في بيض، واتعشى جبنه ريش عليهم طماطم، ممكن بطاطا معاها بقى بطاطا بس.